ابن السراج شيخ العربية. هو محمد بن السري بن سهل أبو بكر بن السراج البغدادي النحوي المعروف باسم ابن السراج نسبة إلى عمل السروج. ولد في بغداد، ويعده مؤرخ النحو العربي من رجال المدرسة البغدادية في النحو، إلا أنه كان يميل إلى النحو البصري أكثر، ويعود ذلك إلى تأثير شيخه المبرد. تمتع بقدر وافر من الذكاء والفطنة عكسته مؤلفاته التي حظيت بثناء علماء فنون القراءات والنحو واللغة والأدب والخط. أفاد ابن السراج من علوم عصره على اختلاف فنونها، وقد كان في بعضها معتمداً على نفسه في البحث والتنقيب والاطلاع، وفي غير ذلك يتلقاه على شيوخ عصره، لكن كتب التراجم قد أجمعت على عالم واحد صاحبه ابن السراج وأخذ عنه العلم، هو أبو العباس المبرد إمام نحاة البصرة، في حين ذكر ابن خلكان أنه أخذ عن المبرد وغيره. وأبرز تلاميذه أبو القاسم الزجاجي، وأبو سعيد السرافي، وأبو علي الفارسي، وأبو الحسن الرماني، وأبو علي القالي، وأبو منصور الأزهري، وأبو القاسم الآمدي. أبرز كتبه الأصول في النحو، ويعد أشهر مؤلفاته، وقد قيل ما زال نحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله. ومن كتبه الأخرى شرح كتاب سيبويه، العروض، الشعر والشعراء، الخط والهجاء، الاشتقاق وهو في علم التصريف، المواصلات والمذكرات، الموجز في النحو وهو كتاب في النحو والصرف شرحه الرماني. توفي أبو بكر بن السراج البغدادي رحمه الله سنة 1316 من الهجرة.